وبالرغبة المشتركة في تنمية العلاقات المصرية اللاتفية. صباح اليوم تشرف معالي الوزير بلقاء السيد الرئيس، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تدعمها وتنميتها، وأيضا تناول قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عقدنا مع معالي الوزير أيضا جولة مباحثات موسعة معمقة، ركزنا خلالها على أوجه العلاقات الثنائية. تم التوقيع على اتفاق لتعديل الاتفاق العلمي فيما بين البلدين، ونتطلع إلى الاستفادة مما حققته لاتفيا في مجالات التعليم والتعليم الفني ومجالات التكنولوجيا الاتصالات والرقمنة، كلها مجالات في الحقيقة أثبتت لاتفيا قدرة وتقدم ملموس فيها، ووجود رغبة مشتركة أن ننمي علاقتنا في هذه المجالات، خاصة في إطار أن مصر بتشهد نهضة في التعمير، نهضة في التوجه نحو تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي وبناء المدن الذكية، وهي كلها مجالات تستطيع أن تسهم فيها لاتفيا والشركات من لاتفيا. معالي الوزير يرافقه وفد اقتصادي، وفد من رجال الأعمال سوف يتواصلون مع نظرائهم في مصر، وإن شاء الله يكون لقاءاتهم يفتح مجالات جديدة للتعاون والتنسيق فيما بينهم. كذلك مجالات السياحة والعمل على زيادة حجم التجارة فيما بين البلدين، وأيضا الاستثمارات كلها قضايا تم بحثها، وهناك اهتمام بأن نجد ما هو يؤدي إلى استفادة الشعبين من هذه العلاقة. الإمكانيات الموجودة في منطقة قناة السويس وما حققته مصر من تطور في الإصلاح الاقتصادي يتيح أيضا فرصة للشركات من لاتفيا ورجال الأعمال الاستفادة من الحوافز القائمة ومن التواجد في مناطق جغرافية تحد من بعد سلاسل الإمداد والآثار اللي ترتبت على ذلك خلال جائحة الكورونا، والآن اتصالا بالحرب في أوكرانيا. تبحثنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا الأوضاع في المنطقة، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، في منطقة القرن الأفريقي، موضوع سد النهضة، أيضا الأوضاع في سوريا، والعمل على تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب. متطلع لاستمرار أيضا التفاهم المشترك فيما بيننا اتصالا بعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، وتناولنا قضية حقوق الإنسان في حوار فيه كثير من التفاهم للأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضا العلاقة التي تربطنا مع الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات في هذا الشأن. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير، نتطلع لاستمرار التواصل فيما بيننا. سوف تتاح لي فرصة الأسبوع القادم للقاء آخر عندما أشارك في مجلس المشاركة في لوكسمبورغ، وربما بعد ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد ذلك في انعقاد مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ. كلها مناسبات نحرص خلالها على التواصل لتعزيز العلاقة بين البلدين، وإن شاء الله نشهد تكثيف للزيارات المتبادلة على مستوى المسؤولين بالبلدين في إطار الحرص على العلاقة ونموها. شكرا جزيلا.
Thank you very much, and good afternoon, everyone. I'm really delighted to be here in Cairo for a bilateral visit, and as my dear friend and colleague, Mr. Sami Shoukry, just said, I had very good and productive meetings with the His Excellency President, with you. I think we covered all topics, and it's very difficult to add something, because also your synopsis of our discussions have been very accurate and very precise. Let me just say that this visit is happening also as a part of the celebrating of 30th anniversary since the establishment of diplomatic relations between Egypt and Latvia. I think that the level of political dialogue that we have, the visit of Your Excellency to Riga in October 2019, also opportunity to meet you on the margins of different international meetings, have developed very good understanding between our two countries when it comes to both developing of bilateral relations and also analyzing very complex global and regional challenges. From my point of view, I just want to stress that I'm accompanied by a delegation of a business community. Basically, we are looking forward to strengthen our relations in digital and also rail and logistics sector. But I also want to say that already there have been some interesting developments in scientific field. Our scientists are working in photonics sector. We are looking forward to how develop also cooperation in artificial intelligence, how to cooperate more in the field of the higher education and science, also using airports of Riga and also regional airports here in Egypt to promote cargo connections. So there are plenty of interesting ideas, and as we are now past the COVID pandemic, there is also a huge interest to come back to the old good days when it comes to والنقاشات التي خضناها لا سيما في ما يتعلق بالمناطق التي تتميز بها مصر. واسمح لي معاليكم أن أشكركم على كل هذه النقاشات المثمرة. هناك نقاط مهمة كذلك، ألا وهو المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهو كذلك تقييم ملفات الشرق الأوسط وتقييم أوجه التطور في الموقف في ليبيا وكذلك الموقف في سوريا وغير ذلك من الملفات الإقليمية وتحقيق الفهم المشترك وكذلك تحقيق الفهم فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وفهم ما حدث منذ فبراير. وكذلك كنا ناقشنا بعض التحديات الراهنة والملحة، على سبيل المثال الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر، وأنكم أعلم أن مصر تستقبل وتستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وبالطبع نحاول أن نسعى إلى أن نتجنب حدوث أزمة إنسانية أو أزمة تتعلق بملف الأمن الغذائي، ولكن أؤكد على أن النقاشات كانت مثمرة. وأخيرا نعم، نحن نتطلع إلى حضور مؤتمر الأطراف COP27، وأظن أن مصر تأخذ بزمام المبادرة العالمية في هذا المؤتمر، وكما أكد فخامة الرئيس أنه سوف يحضر هذا المؤتمر شخصيا، إلى جاء المقرر انعقاده في شرم الشيخ. وبالطبع سوف نواصل مناقشاتنا في كل المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك بصفة دورية، لأن هذه النقطة في غاية الأهمية لتوضيح الرؤى. ونحن أمامنا بضع أسابيع فقط، ونحن نرغب في أن نستغل هذه الفرص التي نعقدها،
ونحن دوما ما نلقى الدعم منكم وكذلك تنسيق العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر في تنسيق العقد مؤتمر الأطراف، ولكن بالطبع هناك نتائج مثمرة طيبة على الأرض وكذلك فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، فكما تعلمون أن مثل هذه وكذلك قطاع الطاقة والزيادة السكانية، كل هذه ملفات في غاية الأهمية، وكذلك أظن أن مصر نعم يمكنها تنظيم هذا المؤتمر بنجاح. وشكرا لمعاليكم. وردة الحسيني من جريدة أخبار اليوم. سؤالي لمعالي وزير خارجية لاتفيا، كيف ترون تطور وأهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدور الذي يمكن أن تقوم به لاتفيا لتعزيز هذه العلاقات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي؟ شكرا جزيلا. شكرا. كما ذكرت أظن أنه في غاية الأهمية أنه في المرة المقبلة سوف يكون هناك اجتماع تشاوري مع مصر، وأظن أن كل وزراء الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي سوف يزورون ويجتمعون مع معالي الوزير شكري. وعندما أنا أحدد أولويات فأظن أنه في الوقت الحالي فإننا نرى مصر على أنها شريك في غاية الأهمية في عدد من التحديات الإقليمية والعالمية، إحداها ولا شك هو ملف الأمن وملف الهجرة. وبالطبع تباحثنا في كثير من وقتنا في موقف ليبيا وأن هذا مثال طيب، كذلك تباحثنا في بعض ملفات الشرق الأوسط وملف فلسطين، تناقشنا كذلك في الإمداد وفي تمديد الطاقة، وهناك فرص جديدة للتعاون مع مصر، وهذه النقطة في غاية الأهمية. وكذلك أنا أتفهم أنه سوف يكون هناك زيارات في القاهرة في الأسبوع المقبل، وبعده سوف تكون في الاتحاد الأوروبي لمناقشة بعض قضايا الهجرة. وكذلك فقد تباحثنا في أنه على الاتحاد الأوروبي وينبغي للاتحاد الأوروبي كذلك أن يجد طريقة لتقديم مزيد من الدعم، ولا سيما فيما يتعلق باللاجئين وموقف اللاجئين في مصر، ومن ثم فالطاقة والإرهاب والأمن وتحديات الأمن والهجرة، كل هذه ملفات في غاية الأهمية لمصر، ونحن نسعى إلى الدفع قدما في تحقيق تطور في هذه المجالات. وكذلك عندما يتعلق الأمر بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعندما نتحدث عن مصر وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي، كل هذه مواضيع يجب أن يتم تغطيتها في الاجتماعات المقبلة بين رؤساء ووزراء مصر والاتحاد الأوروبي. هذه بالطبع المواضيع التي نحن هنا لأجلها، وهي مجالات مهمة بالنسبة لمصر. ولكن نعم نحن دولة صغيرة، ولكننا نعيش جميعا في عالم واحد، ونحن نحاول أن نحقق تقدما على الأرض بالتعاون مع مصر. شكرا يا فندم. أحمد جمعة من اليوم السابع. سؤال لمعالي الوزير سامح شكري وزير خارجية لاتفيا حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا في ظل حالة الانسداد السياسي، وكذلك انعقاد الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبي التي انطلقت في القاهرة اليوم. شكرا جزيلا. بدون شك هناك إطار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا تم اعتماده من خلال قرارات مجلس الأمن، من خلال مسار برلين، مسار باريس، ومخرجات المنتدى الحوار الوطني الليبي. هذه المخرجات هي مخرجات موقوتة، بالإضافة إلى طبعا أهمية
الحفاظ على صلاحيات المؤسسات الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب، وما اتخذوا من قرارات متصلة بالسلطة التنفيذية. كل ذلك لابد أن يؤخذ في الاعتبار، ولابد أن يتم وفقا للشرعية الدولية، وفقا للهدف المشترك بأن يتم إخراج ليبيا من وضعها الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في التوقيت المحدد، لتتولى السلطة حكومة منتخبة شرعية تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وفي نفس الوقت تحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وثروتها لشعبها. بالتأكيد أنه وجود مؤثرات خارجية، وجود قوات أجنبية، وجود ميليشيات، وجود مقاتلين أجانب بيعقد الموقف وبيضع قيود على حرية اختيار الشعب الليبي لمستقبله. بالتأكيد أنه لابد أن تتضافر الجهود الدولية لتأكيد ضرورة تنفيذ المقررات فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية، التعامل مع قضية الميليشيات، الحفاظ على وحدة الأراضي، خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات في موعدها المحددة وعدم تجاوز ذلك بأي نوع من محاولة فرض الولاية والسيطرة باستخدام الوسائل العسكرية أو اللجوء إلى الوسائل العسكرية. الحل لابد أن يكون مبني على توافق ليبي، وهذا هو ما تسعى مصر إلى تيسيره من خلال استضافة الحوار الدستوري فيما بين المكونات سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة، بهدف الوصول إلى حل ليبي ليبي يرتضيه الشعب الليبي ويؤدي إلى تحقيق الاستحقاقات المختلفة التي تعيد لليبيا استقرارها وتحافظ على وحدة أراضيها. لإضافة للإجابة، كنت في هذا الملف لطيلة عقد من الزمان. كانت هناك مد وجزر، ولكن فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وانتهينا للاستعداد لمثل هذه الأمور التنسيقية الحكومية، ولكن بالطبع لا يمكن لأي أطراف خارجية أن تقرر بمعزل عن الجهات الوطنية الليبية، وهذه هي مربط الفرس. نعم، هناك ربما احتياجات عسكرية، وهناك بعض وجهات النظر فيما يتعلق بملف الانتخابات ودعم الاتحاد الأوروبي، ولكن النقطة التي أود أن أشاركها ألا وهو تنسيق الجهود الدولية كما ذكر معالي الوزير والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الدولية، وتأسيس حكومة واحدة، وأن تمضي في خضم عملية سياسية انتخابية ليبية. وهذا بالطبع وما يرغبه الأطراف دون أي تعارض أو أي عرقلة عسكرية. وفيما يتعلق بما ذكره زميلي أنه قد تكون هناك بعض قضايا أخرى التي قضينا فيها مزيدا من الوقت على مدار 7 أيام، وشكرا جزيلا لمعاليكم. الصوت كان سيئ.